راحوا فين؟ واحد جري كده واحد جري كده يا ريس. انتوا الاثنين من هنا وانتوا من هنا وانت تعالى ورا. عايز افرق من هنا. اشيل ايدي ومش هتصوتي؟ بس وحياه قميص النوم اللي عمري ما شفته غير في السيما. لو غدرت بيا هعمل معاك الغلط. ها؟ انت فاكر ان انت هتقدر تخرج من هنا؟ انت مش عارف انت بتتعامل مع مين؟ ده سليم الوزان ورجالته هيقطعوك حتت، يعني مش ممكن تخرج من هنا على رجليك. سليم الوزان على نفسه ضربه الاعور على عينه قال خسرانه خسرانه. انا مش عايز منكم حاجه، انا عايز اروح. ها هتعمل اللي انا هقول لك عليه ولا ازعلك؟ نعم يا روح امك منك له، هيكون راح فين؟ اتبخر يعني؟ انتوا رجاله انتوا؟ سليم باشا اطمن، احنا مأمنين الفيلا بره وجوه، هيكون راح فين يعني؟ ولو ريحتك كبير قلت لك انا فين؟ سيبنا روح ويضرب دخلك شر. لا ملوش لزوم الغشم خالص، رصاصه تخرج كده تخرج كده تعور الحلوه ولا ايه يا صاحب الحكمه؟ نزلوا السلاح واخرجوا بره. مستنيني، قلت نزلوا السلاح واستنوا بره. اعمل كاسين ليا انا وفارس. فارس؟ ايوه فارس. سيبها وارمي المسدس وتعالى هتشرب كاس معايا. ما كانش ينعزى كبير بس ما بشربوش. اسمع كلام سليم بيه، مش هتندم. تعالى اشرب كاسك معايا يا فارس. من غير غدر يا كبير؟ هغدر بيك ليه؟ وانا محتاج واحد زيك. هو لو مؤاخذة واحد زي سعادتك هيحتاج واحد زي حالتي يعمل فيه ايه؟ هتشتغل معايا. ده انت امك تبقى تعيالك. انا امي ما شافتنيش اصلا عشان تدعيني. ايه يا انت وهو؟ هتتعبوا نفسكم وتضربوني، انا ما اعرفش اي حاجه يا جدعان، فارس الجن هو اللي عمل كل حاجه. وبعدين انتوا مش عارفين انا مين؟ انت مين يا واد؟ سيد مسلة. مسلة يا كداب؟ انت تبقى اقصر مسلة شفتها في حياتي. سيبوه يمشوا. ارمي السلاح وحمار منك روح وامشوا. ما تخلوش حد من الرجاله يهاوب ناحيه الفيلا. هتوقف لي كده كتير؟ انا لو عاوز اخلص عليك هخلص عليك في ثانيه.
وانت عارف كده كويس. العوافية زينهم. العوافين يا زوزة اللي ما فيش زيك اتنين. ما تيجي يا بنت انا وانت نتفرج على فيلم احاسيس. يا شيخة ليه؟ بقول لك ايه؟ ما شفتش فارس؟ فارس؟ انت عايز ايه من فارس يا زوزة؟ من امتى في بينك وبينه عمار؟ لا يا اخويا ما خلاص، رجله جات وبقى تبع الكوبانية. الله 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 الله، يبقى انا كده اديت رسالتي في الحياة. سلاحي سعادتك. سلاح اللي هو بيموت بني ادمين؟ انا ماليش في السكه دي خالص يا باشا. كويس انك بتختار سكه لنفسك تمشي فيها، بس اللي مش كويس انك بتختار غلط. ما هو يا اما تبقى مننا يا اما هتبقى علينا. ساعتها يبقى الله يرحمك ويحسن ختامك. اللي مزعلني ان سعادتك ما شايفني صح. الظروف خلتك تشوفني حتة عيل حرامي، بس والله العظيم انا طول عمري ماشي في السليم. ربنا وحده يعلم ايه اللي خلاني مد ايدي عشان تعالج قريبتك، مش كده؟ انت مخابرات ولا ايه يا باشا؟ انت هتحسده ولا ايه؟ ربنا يحرسك يا بيبي. بصراحه يا انت عجبتني وخيشت في دماغي على الاخر. انا محتاج رجاله زيك صفحتهم بيضه يشتغلوا معايا. ساعتها بقى مش هتبقى محتاج تكسر عربية عشان تسرق ساعة ولا موبايل. شكلك وش فقر يالا ولا ايه؟ احنا شبعنا فقر يا فارس. القضية بعون الله يا باشا، ان شاء الله سهلة واختها مش مستاهل. اسكت انت، اسمع منه هو. وافق يا فارس، وافق وانت اللي كسبان. هاتلي شنطتي يا نعيم. أوامرك يا باشا. قول يا فارس. عشان ايه دول؟ عشانك تدفع منهم حساب المستشفى بتاع قريبتك وتظبط نفسك انت والمسلة القصيرة دي وترجعوا لي بقى نبتدي شغلنا. مد ايدك يا فارس وقول لسليم بيه يدوم العز. يا عم انت لسه هتفكر؟ حد يقول العز لا؟ مد ايدك خد الفلوس وبص على ايد عمك الحاج. يلا ما تكسفوش. ما شفتش كاسك يا فارس. وتاهت بينا تاني ليالينا ليالينا وقل نرسى نرسى على مينا. ترى احنا داخلين على ايه يا مسلم؟ بعون الله داخلين على خير وعز وهنا عمرنا ما شفناه في حياتنا. بعون الله يا ابن الحشاشه، ياد ما توزناش على الغلط. هذا احنا داخلين سكة مش عارفين اخرها ايه. يعني انت يا اخويا عارف اخرة الفقر اللي احنا فيه ده ايه؟ عايزين نعيش يا عم زي الناس دي ما عايشة. عايزين ناكل احلى اكل وننام على احلى فرش ونصاحب احلى نسوان هشكة في الدنيا. اللي عايزنا نفضل مدفونين في التراب ده. فرصة ما بتجيش غير مرة واحدة وما ينفعش نضيعها من ايدينا. انت مين ياد اللي استمت مسلة؟ علي نعمة انت اله الشر عند الفراعنة. ياد انا عارف ان الزمن اللي احنا فيه ده الحلال بقى حرام شرعا. بس سيبنا قلبها في دماغي. يابا المواضيع دي ما فيهاش قلبها ولا شقلبها، العالم واصله قوي، يا اما نبقى معاهم وزيهم يا اما هتبقى نهاية انا وانت يا جن. امسك. ده نوع ايه دي؟ زهرة الزهرة ولا الثورة مستمرة؟ لا دي الطرف الثالث. لسه الواد الظابط ده ما تهدش يا تهامي. لا لسه. بس ما تقلقش. مفيش حد من القيادات الكبيرة مهتم، علشان الواد معهوش دليل بجد يقدمه لهم، هو ده بقى اللي بيفرق علشان يوصل. اتصرف معايا يا اخي. انت منهم ليك سكك. ما هو ده ملوش سكه. عيل جديد بقى واخضر وعايش في الدور. بس انا حاطه تحت عيني لحد ما لقاله صرف. واحنا برضو من ناحيتنا يا باشا لازم نهدي اللعب الفتره اللي جايه دي. ما ينفعش. في بضاعه لازم تتسلم واصحابها مستعجلين عليها قوي. وبعدين يا اخي احنا بقى لنا فتره غايمين. تشبعت ولا ايه؟
لا باكل باكل اهو، بس ممكن الفترة اللي جاية نخلي بالنا قوي ونأمن نفسنا. متقلقش أنا حامل احتياطاتي كويس. أنت فاكر إن أنت هتقدر تخرج من هنا؟ أنت مش عارف أنت بتتعامل مع مين؟ ده سليم الوزان ورجالته هيقطعوك حتت. سليم الوزان على نفسه ضربوا الأعور على عينه وقال خسرانة خسرانة. أنا مش عايز منكم حاجة، أنا عايز أروح. بس وحيت قميص النوم اللي عمري ما شفته غير في السيما. لو غدرت بيا هعمل معاك الغلط. تسلم يا كبير. خد يا عم عيب، احنا اخوات. ما شاء الله رجالتك عينيها مليانه. ازيك يا باشا؟ عموم انما ايه الاسلحه دي كلها يا فارس؟ ده المنيو يا باشا. هو ده بس.